خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مشروع 100,000 فدان من الزراعات المحمية بمطروح، الرئيس السيسي يشدد على التوسع في استخدام نظم الري الحديثة وترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه. البيان الختامي للاجتماع الرباعي بين مصر والسودان يؤكد على أن علاقات البلدين خط أحمر وتنسيق مفتوح في ملف مياه النيل. التحالف الدولي ينفذ ضربات جوية ضد قوات تابعة للجيش السوري، وتلفزيون دمشق يصف قصف التحالف في دير الزور بالعدوان الجديد. الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة في جرانيتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. تحية لكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية ما تسهم به الصوب الزراعية وأساليب الزراعة الحديثة في زيادة الإنتاج الزراعي وترشيد استخدام المياه، ودعا الرئيس السيسي القطاع الخاص إلى مشاركة الدولة في هذه المشروعات واستئجار أي أعداد من الصوب لزراعتها. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي المرحلة الأولى من مشروع 100,000 فدان من الصوب الزراعية المحمية بقاعدة محمد نجيب العسكرية في مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح. تماشيا مع الاتجاه العالمي في الزراعة الحديثة وتعاطيا مع تحديات الزيادة السكانية وتراجع مساحة الرقعة الزراعية، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة المرحلة الأولى من المشروع القومي للمحميات الزراعية الصوبات بمدينة الحمام بمحافظة مطروح. 1300 صوبة زراعية صممت وفقا لأحدث التقنيات العالمية الحديثة، تتراوح مساحة الصوبة من 3 إلى 12 فدان، ما يمثل انطلاقة جديدة في الزراعة المصرية. هيبقى في إنتاج خضر تزقة للسوق المحلي بإنتاجية عالية ومتجانسة من وحدة المساحة، ويحصل استقرار للسوق وتدفق الإنتاج طول العام. وبعد دراسات مستفيضة لأفضل التجارب العالمية في هذا المجال واحتياجات السوق المصرية، تم الاتفاق مع شركتين إحداهما إسبانية والأخرى صينية لإنشاء هذه الصوب الزراعية، واكتملت الرؤية بتشكيل تحالف المصريين الذي يضم عددا من الشركات المصرية للعمل مع الشركة الوطنية للزراعات المحمية لتحقيق هذا الحلم في 4 مواقع على أرض مصر. ترشيد استخدام الموارد المائية العذبة المتاحة لمواجهة الالتزامات المتزايدة للاستخدامات المختلفة، وذلك في ظل محدودية المتاح منها. الرئيس السيسي وفي تعقيبه على مداخلات القائمين على المشروع أكد على أهمية الاستغلال الأمثل لمواردنا من المياه في ضوء الزيادة السكانية وارتفاع تكلفة البدائل الأخرى لتوفير المياه من خلال إنشاء محطات التحلية أو المعالجة. أنا بس عايز كلنا وإحنا قاعدين بنسمع الكلام الخاص بالمية تحديدا، المية تحديدا، وشوفوا قد إيه إن إحنا لو استخدمنا أساليب ري حديثة وأساليب زراعة حديثة، فرق المية اللي احنا هنستفيد منه. الرئيس السيسي تعرض كذلك خلال تعقيبه إلى عدة قضايا أخرى، ومن بينها دعوته إلى الاهتمام بالعمالة اليومية بكل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة عبر إيجاد آلية لضمان حقوقهم التأمينية. أنا بقول إن الحكومة محتاجة تفكر في إن العمالة ديت اللي بيتأمن عليها ولا بيبقى ليها يعني ملهاش، لو عايز يتعالج ما يتعالجش، لو عايز معاش ما ياخدش، بياخد أجر يومي. انتوا لازم نفكر مش بس على قد العمالة الزراعية اللي بتكلم عليها هنا، انا بتكلم على كل العمالة. لو عايزين تطلعوها بقرار او بقانون طلعوها، ألزم الشركات انها تدفع تأمينات العمال بشكل مركزي للجهة، والجهة تسلمه للجهات المعنية في الدولة. وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على اختصار المدد الزمنية لتدشين وتنفيذ مشروعات التنمية عبر تشييد البنى التحتية لتلك المشروعات لتسهيل مهمة القطاع الخاص في الدخول كشريك للدولة في هذه المشروعات بما يعود بالنفع على المواطنين. اللي عايز يجي يستأجر الصوب دي يتفضل، اللي عايز يجي يشتغل مع القوات المسلحة
يستأجر صوب وينتج منها، تعالى دي حاجتك واشتغل، وكل حاجة زي ما انت شايف معمولة بشكل كويس ومناسب. أجر الصوب 10، 5، 15، 50 واشتغل وشغل الناس. فأنا بقول النقطة دي مش هنا بس، لكل الصوب اللي موجودة اللي هيتم إنشائها. كان الرئيس السيسي قد أعطى إشارة البدء عبر شبكة الفيديو كونفرنس لافتتاح 530 صوبة زراعية في قرية الأمل بالقنطرة، ووضع حجر الأساس لإنشاء 2400 صوبة زراعية أخرى جنوب أبو سلطان، وإنشاء 576 صوبة زراعية أخرى بمدينة العاشر من رمضان. خلية نحل تسابق الوقت وتغير واقع الأرض داخل هذه الصوبات الزراعية المتطورة، والتي تفقد بعضها الرئيس السيسي مستمعا لشرح من القائمين على المشروع حول ما يقدمه من انطلاقة جديدة في الزراعة المصرية تحقق أعلى معدلات الإنتاجية وأعلى مستويات الجودة، وتحقق زيادة في الصادرات الزراعية وتوسيعا لرقعة الأراضي الزراعية وضخا لمزيد من فرص العمل الجديدة. كل إنجاز يبدأ بقرار جريء، وكل نجاح يبدأ بحلم طموح. هكذا هو حال قيادة سياسية وطنية تسعى جاهدة عبر رؤية واضحة وحلم طموح لزراعة الأمل في النفوس واستشراف غد أفضل لأبناء هذه الأرض الطيبة يكون فيه قوتهم من غرس أيديهم، فمن لا يملك قوته لا يملك قراره. من منطقة العالمين بمحافظة مرسى مطروح، أحد مقرات المشروع القومي للصوب الزراعية، على رشوان النيل. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين. دكتور سيد، بعد التحية، قراءتك للمشروعات التي توليها الرئاسة حاليا أهمية كبرى، وهي مشروعات مخصصة يعني بشكل خاص طبعا لتوفير الغذاء وبأقل الوسائل استخداما للمياه. أولا تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين، وعايز أقول لحضرتك في البداية أن عصر الرئيس السيسي ولاية الأولى هو عصر النهضة الزراعية والمشروعات الزراعية، لان من غير ما يبقى عندنا تقدم زراعي هيبقى في عندنا مشكله كبيره جدا. وعشان كده كل المشروعات الزراعيه اللي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ولايه الاولى بدانا نجني ثمارها في كل المحافظات. على فكره اذا كان النهارده بنتحدث على الصوب الزراعيه وبنتحدث على الانتاج الحيواني او حتى بنتحدث على اصلاح الاراضي، فهو العصر الذهبي للزراعه المصريه هو عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ولايه الاولى، اللي هنستكملها ان شاء الله في الولايه الثانيه، ونستكمل كل هذه المشروعات سواء كان 1.5 مليون فدان او حتى الصوب الزراعيه او المزارع السمكيه. كل ده مطلوب جدا، لان على مدى تاريخ مصر من ايام محمد علي حتى وقتنا هذا اي رئيس ينشر التقدم للدوله المصريه لابد ان يبحث عن التطور الزراعي، وده اللي بيعمله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. في المرحله الحاليه. اشكرك جزيل الشكر دكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين على هذه المشاركه، شكرا جزيلا يا فندم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة، ذلك من المرحلة العمرية من 18 إلى 59 سنة وبدون كشف طبي، على أن يتم إطلاق نظام التأمين الجديد في أقرب وقت ممكن. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه من المقرر أن يتضمن التأمين الجديد شهادة تأمين على الحياة بفئات تتراوح من 500 إلى 2500 جنيه تسدد مرة واحدة وتستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح من 50 ألفا إلى 250 ألف جنيه، أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين 5 إلى 10 سنوات بمقدار يتراوح من 1000 إلى 3000 جنيه. اختتم الاجتماع الرباعي بين وزيري الخارجية ووزيري المخابرات العامة بكل من مصر والسودان، وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظير السوداني إبراهيم الغندور، أكد وزير الخارجية سامح شكري على أن العلاقات بين مصر والسودان قوية ومتينة وأزلية ويعتز بها كلا الشعبين. من جانبه قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن هذا اللقاء يعد نقطة تاريخية مضيئة في علاقات البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية أزلية وعلاقات دم ورحم. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير، وانعكاسا لحرص الرئيسين على توثيق أواصر التعاون بين مصر والسودان في مختلف المجالات، عقد بالقاهرة اجتماع رباعي ضم وزيري خارجية البلدين ورئيسي المخابرات العامة.
اتسم بالصراحة وبالأخاء وبالرغبة المشتركة لتدعيم هذه العلاقة والنهوض إلى مستوى المسؤولية وتنفيذ التكليف اللي صدر عن فخامة الرئيسين وتطلعات الشعبين لعلاقة تعود بالمصلحة المشتركة عليهما. وخلال مؤتمر صحفي أكد الوزيران على ثوابت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وعزمهما على المضي قدما في تعزيز التعاون في كافة المجالات. لعل النقاش الذي دار اليوم وبالتفصيل وفي كل القضايا التي يمكن على أن تخطر على بال أي منكم وعلى بال أي مواطن في وادي النيل قد تم نقاشها بصراحة وباستفاضة، وما اتفقنا عليه وضعناه جانبا لنمضي قدما في تنفيذه، وما رأينا أن نعطيه مزيد من الوقت والدراسة أيضا وضعنا له الآليات والحلول. ونفى الغندور أي اتفاقات بخصوص إنشاء قواعد عسكرية في جزيرة سواكن. لم يكن هنالك أي حديث حول تعاون عسكري في هذه الجزيرة، لم يكن هنالك أي حديث على الإطلاق حول قاعدة عسكرية تركية لا في الجزيرة ولا في غيرها ولا في أي مكان في السودان. كما تم الاتفاق على دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني بما يعزز التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. هي آليات متعددة في الحقيقة في كل المناحي بين البلدين وتوجيه المسؤولين لتكثيف جهودهم لتنفيذ ما تم التوافق حوله من أهمية العمل المشترك لإزالة أي نوع من البطء في تنفيذ التكليفات والعمل على تدعيم العلاقات. وتم الاتفاق أيضا على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة. في ظل أجواء تتسم بالأخوة والتضامن ووحدة المصير في مواجهة التحديات المشتركة، جاء تلك الاجتماع المهم ليؤكد على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والسودان، ويبحث في كيفية التعامل مع القضايا والملفات المرتبطة بمسار العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين الدولتين الشقيقتين. من داخل قصر التحرير، أمل صبري، النيل. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق. مرحبا بك، هي أيضا متخصصة في الشؤون الإفريقية. مرحبا بك سيادة السفيرة، مساء النور، أهلا بحضرتك. يعني كيف تابعتي اجتماع اليوم؟ أهم المقررات من وجهة نظرك التي خرج بها هذا اللقاء المصري السوداني. يعني أنا بالنسبة لي الحقيقة مجرد انعقاد الاجتماع في حد ذاته قيمة، لأنها خطوة مهمة جدا في ظل فترة كنا بنمر بيها من توتر في العلاقات، يعني كان بيهدد بشكل كبير جدا جدا حتى عملية السلم والأمن في المنطقة. مصر والسودان ما يقدروش إن هم يستغنوا عن بعض، وبالتالي دي كانت خطوة هامة. ولأول مرة طبعا بينضم كمان رؤساء أجهزة المخابرات، يعني البعد الأمني كان متوفر في هذا الاجتماع. طبعا التصريحات اللي صدرت كلها يمكن نقدر نعتبرها تصريحات فيها عمومية، يعني ما فيش حاجة محددة تم الاتفاق عليها، لكن الاجتماع نفسه خطوة في سبيل بناء الثقة بين البلدين على أساس ما سيترتب على ذلك بعد كده من تقارب وحل القضايا. بوجهة نظرك وكخبيرة في الشؤون الأفريقية، أهم الفوائد التي ستعود على كلا الطرفين من هذا التقارب، خاصة بعد ما تحدثت عنه من فترة من التوترات أصابت العلاقات بين البلدين؟ احنا عندنا قضايا طبعا عالقة كثيرة جدا بيننا وبين السودان، بعدها يعتبر قضايا تاريخية مثل موضوع مثلث حلايب وشلاتين، وده اعتقد ان هو الحل مش هيكون يعني بهذه السرعه، مثل ازمه سد النهضه ايضا، دول موضوعين كبار ما اعتقدش ان هو ممكن ان احنا نحلهم بسرعه، يعني هيتحلوا ان شاء الله بس مش بالسرعه. لكن القضايا الاخرى او الموضوعات الاخرى العالقه
كان مثلا موضوع المصالح الاقتصادية، احنا كنا عارفين ان هو كان فيه حظر من السودان على المنتجات المصرية. انا اعتقد ان ده موضوع ممكن حله ببساطة. كمان الموضوعات الاخرى اتفقوا على انه يكون فيه تعاون في مجالات الطاقة والنقل. غني عن البيان انه لما هنتفق على الموضوعين دول او الثلاث موضوعات اللي هي المصالح الاقتصادية والنقل والطاقة، انه نقدر نحقق نوع من التكامل الاقتصادي اللي بيربطنا وبيوصلنا لمرحلة من التفاهم والتفاهم بالنسبة لباقي الموضوعات الكبرى او القضايا الاكبر يعني. نعم، سيادة السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق والمتخصصة والخبيرة في الشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لك. شنت هيئة الرقابة الإدارية حملات استهدفت معاقل الفساد ونجحت على مدار أسبوع في ضبط 14 متهما لتورطهم في تلقي رشاوى واستغلال نفوذ، وأيضا إحباط ضياع نحو نصف مليار جنيه من المال العام. تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إحباط الإفراج الجمركي لسيارات مستوردة لصالح إحدى الشركات الكبرى لتجارة السيارات من جمارك الإسكندرية بأسعار متدنية، وقد احتسبت قيمة فروق الرسوم والضرائب الجمركية والغرامات المستحقة على الشركة والتي كانت معرضة للضياع من الخزانة العامة للدولة بمبلغ 7 ملايين جنيه. كما تمكنت الهيئة من القبض على باحثين قانونيين بمصلحة الشهر العقاري ورجل أعمال لقيام الأول والثاني بتسهيل استيلاء الأخير على قطعة أرض من أملاك الدولة، كما تم القبض على أمين عام وسكرتير دائرة البيوع وذلك بمحكمة الجمالية الجزئية عقب طلبه وتقاضيه ل200,000 جنيه على سبيل الرشوة من أحد المتقاضين. وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم. نجحت عناصر القوات البحرية في إنقاذ 12 سائحا وطاقم يخت سياحي من الغرق نتيجة نشوب حريق باليخت جنوب مدينة الغردقة مع تقديم المعاونة الطبية والإدارية لهم. وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي إنه تم أيضا القبض على لانش به كمية كبيرة من السجائر المسرطنة وأجهزة الاتصال بالبحر المتوسط شمال مدينة مطروح. يأتي ذلك في إطار جهود القوات البحرية لتأمين وحماية الحدود البحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. نتحول إلى تطورات الأزمة السورية، حيث ندد التلفزيون الرسمي السوري بقصف التحالف الدولي لقوات الجيش السوري ووصف هذه الخطوة بالعدوان. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن قصف الولايات المتحدة للقوات الموالية للحكومة السورية أظهر حقيقة عدم سعي الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي بل للاستيلاء على الأصول الاقتصادية في سوريا. في أول رد فعل لقصف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على قوات الجيش السوري في دير الزور، ندد التلفزيون الرسمي السوري بالقصف ووصفه بالعدوان الجديد.
مؤكدا أنه تسبب في ارتقاء عدد من الشهداء من قوات الجيش السوري شعبية تقاتل أرهابي داعش ومجموعات قصد في ريف دير الزور. القوات الأمريكية التي قامت بالقصف خلال غارة ليلية شرقية سورية تقول إن العملية أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص، وأنها جاءت دفاعا عن النفس بعد أن بدأت القوات السورية بإطلاق قذائف المدفعية والدبابات على قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن. وخلال زيارة لموقع عسكري تابع لقوات سوريا الديمقراطية شمالي البلاد، تعهد مستشارون أمريكيون بارزون باستمرار بقاء قوات بلادهم في سوريا، تحديدا بلدة منبج، رغم دعوات تركيا لواشنطن بالانسحاب. قائد العمليات الخاصة لقوات التحالف الجنرال جيمي جارارد قال إن تواجد القوات الأمريكية يجلب الاستقرار للبيئة السياسية في هذه المنطقة على حد قوله. هذه المنطقة كانت إلى حد ما طريقا سريعا للمقاتلين الأجانب الذين وصلوا للانضمام إلى داعش، لذلك كان علينا تحرير هذه المنطقة وتأمينها، وجاءت قوات سوريا الديمقراطية إلى هنا ونحن ندعمهم، وهم يواصلون الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة لمنع التحاق المقاتلين الأجانب بداعش. وفي أول رد فعل دولي على القصف الأمريكي على سوريا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن التواجد الأمريكي في سوريا يهدف في الأساس إلى الاستيلاء على الأصول الاقتصادية وليس مكافحة داعش، في حين أكدت الخارجية الروسية أن التواجد العسكري الأمريكي في سوريا تحد جاد للعملية السلمية وسعي لتفتيت وحدة أراضي البلاد. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق الدكتور إبراهيم زعير، الأستاذ الإعلام بجامعة دمشق. دكتور إبراهيم، كما يتضح من تطورات الأمور أن هناك اتهاما واضحا وصريحا من قبل الحكومة السورية ضد الولايات المتحدة باستخدام المبرر الخاص بمكافحة الإرهاب في ضرب قوات موالية للحكومة، برأيك لماذا تقوم واشنطن بهذا التدخل العنلي في المشهد السوري؟ يعني واضح لماذا الولايات المتحدة تقوم بمثل هذا العمل، وهو ليس الأول. عدة مرات وجهت ضرباتها لتواجد القوات السورية العربية السورية في منطقة دير الزور التي تعتبرها منطقة كقاعدة مستقبلية لها، قاعدة عسكرية، ووجود الجيش العربي السوري وحلفائه في هذه المنطقة عمليا يمنع قيام القاعدة العسكرية الواسعة للولايات المتحدة في تلك المنطقة، وهي تعتمد الآن على وكلائها من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردي. لذلك أعتقد يعني عندما بدأ الجيش العربي السوري بعد تحرير دير الزور والتقدم باتجاه الرقة وتحرير المناطق الجنوبية من الرقة، بطبيعة الحال كنا نتوقع أن الولايات المتحدة ستحاول منع تقدم الجيش العربي السوري وحلفائه ومن أبناء المنطقة الذين يكافحون داعش ومجموعات قصد يعني قوات سوريا الديمقراطية. لذلك هي عمليا ساعدت داعش وقوات سوريا الديمقراطية للتمدد أكثر في تلك المنطقة وتثبيت مواقعهم بوصفهم وكلاء الولايات المتحدة، وخدم لها وخدم لسياستها في تلك المنطقة. لذلك أعتقد أن مثل هذه المحاولات العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية لن تحظى بالنجاح ولا تحقق أهدافها أطلاقا، لأن سوريا وحلفائها لن يسمحوا لها بأن تتمركز في هذه المنطقة أو تحولها إلى منطقة تابعة لها، ولا سيما هذا يأتي في إطار سيناريو تقسيم سوريا بالاعتماد على بعض الأكراد الذين ارتضوا على أنفسهم خدمة المخطط الأمريكي. طيب دكتور إبراهيم، بناء على ما ذكرتم من معطيات، هل نتوقع في الفترة القادمة أن يكون هناك ربما تدخلا روسيا يحمي مصالحه ويحمي النظام السوري، حتى وإن كان ذلك يتطلب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة على الأرض في سوريا؟ يعني هذه المسألة معقدة جدا بطبيعة الحال يعني، ولكن صدقيني نحن كجيش العربي السوري والشعب السوري وحلفائه من المقاومة وغيرها، أنا بتغوى هذه المنطقة بطبيعة الحال قادرين على مواجهة الولايات المتحدة، كما الشعب العراقي ومقاومته واجهوا الولايات المتحدة وأرغموها على الخروج من العراق في عام 2011.
لذلك أنا بتقديري يعني نحن لا نريد بصراحة، لأن مثل هذه المجابهة بين الولايات المتحدة وروسيا قد تفضي إلى ما لا يحمد عقباه، ربما ليس فقط حرب على مستوى سوريا، وربما على مستوى الإقليم، وقد تتطور إلى حرب عالمية، وهذا بطبيعة ليس من مصلحة أحد. ولكن في نهاية المطاف روسيا بطبيعة لا تقبل أن تتمركز الولايات المتحدة في هذه المنطقة، لأنها تدرك بأن هذا سيفوت عليها عمليا أن يكون لها هذا الفضاء الاستراتيجي لمواقعها في سوريا وفي المنطقة عموما. لذلك أنا بتقديري هذه المسألة قد تحل بطريقة ما، ولكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة لا غير من غير المقبول أن تبقى في هذه المنطقة نهائيا، لأنها تواجدت دون أي تنسيق ودون أي مشاورة للجهات الرسمية السورية، وبالتالي هذا عدوان مفضوح، وبالتالي سوريا لن تقبل به لا هو ولا التدخل التركي المسافر في شمال سوريا. أشكرك جزيل الشكر دكتور إبراهيم زعير الأستاذ أستاذ الإعلام بجامعة دمشق متحدثا إلينا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وجهت الحكومة العراقية الأسر النازحة في العاصمة بغداد للاستعداد للعودة إلى قراهم ومدنهم بعد إعلان الانتصار على تنظيم داعش. يشكو النازحون من عدم صلاحية مساكنهم للعودة إليها بعد أن دمرتها الحرب وعدم تطهيرها بالكامل من المتفجرات. بضعة أسابيع مهلة أعطتها الحكومة العراقية للآلاف من الأسر العراقية في مخيمات النزوح ببغداد لمغادرتها والعودة إلى قراهم ومدنهم التي يصفها النازحون بغير الآمنة. طلبوا بنا وزارة الهجرة اليوم قالوا خلي العوائل تتحضر أنه نجيب لهم سيارات يعني كبيرة يشحنون غراضهم بها. قلت له وين تودوهم؟ قال ما نعرف، حتى عمليات بغداد ما تعرف وين توديهم. نحو 13 ألف عائلة من محافظة نينوى وحدها تواجه خطر الإخلاء في بغداد لإعادتها إلى منازلهم التي فقدوها أو التي لم يتم تطهيرها من المتفجرات. والبيت لازم تدفع فلوس يلا يدخل الجهد الهندسي ينظف لك إياه، وعدة ناس دخلوا على بيوتهم ونظفوا الجهد الهندسي وتفجر عليهم. وإلى جانب المخاوف الأمنية يشكو كثير من النازحين من العقبات البيروقراطية التي تفرضها السلطات على العائدين إلى منازلهم. إيه رحت قبل فترة رحت على منطقتي بيت ماكو واقع، يعني ماكو يعني بس القاع، وأصلاً ما عندي بيت، كنت مأجر بيت بعدين لقيت بيت لقيته واقع وأنا أروح. زين بس أوجه سؤال للمحافظ الأنبار اللي هسه داعي بينا يقول يرجعون وينتخبون، على شنو أنا أنتخب؟ صار لي 4 سنين بالقربة من مكان مكان، ما لا مجلس محافظة لا مجلس محل إجا لا زار لا دعا لا قاضى لا شكله وشربه، على شنو أنا أرتاس يرجع لي؟ شمعنا السفة الوقت الأيام هاي عرفني. وتقدر المصادر الحكومية تكلفة إعادة إعمار ما دمرته الحرب بنحو 100 مليار دولار أمريكية، وتشير منظمة اليونيسيف إلى الحاجة الماسة لإعادة بناء المساكن والمرافق الأساسية للسماح بأكثر من 2 مليون شخص بالعودة إلى ديارهم. نشرتنا متواصلة معكم، وفيها أيضا مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق طويل المدى بشأن حجم موازنتي عامي 2018-2019 لتجنب شلل في الميزانية الفيدرالية. مشاهدينا مع أهم أخبار المال والأعمال في هذه النشرة. في انتظاركم مجد القاضي بأهم التفاصيل. الزملاء أشرف وريهام شكرا لكم وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية. وفيها محافظ البنك المركزي يعلن عن تخصيص صندوق بقيمة 1 مليار جنيه لتمويل ابتكارات الشباب بدون فوائد أو مصروفات وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
أهلا بكم مجددا. صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح أموال صندوق تمويل الابتكار للشباب بدون فوائد أو مصروفات. وقال عامر إن الصندوق البالغ رأس ماله 1 مليار جنيه سيبدأ عمله فورا للانتهاء من تأسيسه وموافقة مجلس إدارة البنك المركزي عليه. وأضاف أن الصندوق يهدف إلى تبني اختراعات وابتكارات الشباب المصري في مختلف المجالات وخاصة الإنتاجية والتكنولوجية للاستفادة من مواهب وأفكار الشباب في تنمية الاقتصاد المصري. أعلن البنك المركزي تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفقا لمؤشراته ليسجل 14.3% في يناير الماضي مقابل 19.8% في ديسمبر 2017. وذكر البنك في بيان له أن معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعا شهريا بلغ 0.17% في يناير الماضي مقابل انخفاض بلغ 0.37% في ديسمبر. وأرجع البنك ذلك إلى تراجع بعض أسعار المواد الغذائية وسلع أخرى. بلغ إجمالي صافي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018 نحو 1.57 مليار دولار مقابل 1.87 مليار دولار في الربع المناظر من العام المالي 2016-2017. وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي أن إجمالي التدفقات للداخل تراجعت لتبلغ 2.95 مليار دولار مقارنة ب 3.43 مليار دولار خلال العام المالي السابق. كما انخفضت وتيرة التدفقات إلى الخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018 لتبلغ 1.37 مليار دولار مضيفا أن دول الاتحاد الأوروبي احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستثمرة في مصر بإجمالي بلغ 1.72 مليار دولار. توقعت وزارة السياحة ارتفاع إيرادات القطاع السياحي إلى 5.4 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2017 لتغطي حجم إيرادات القطاع المحققة في عام 2016 والبلغ قدرها 3.4 مليار دولار. يذكر أن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت بنسبة 123.5% إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى نحو 8.3 مليون سائح. بدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تنفيذ مشروع إنشاء أبراج كهربائية تربط ما بين محطة مركز بلاط بمحطة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد بتكلفة تقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه مما يسهم بشكل كبير في توفير مصادر طاقة كهربائية إضافية للمنطقة. وقال المهندس محمد كامل مدير عام الشبكات بالوادي الجديد إنه من المقرر الانتهاء من المشروع في غضون عام وذلك بربط منطقة شرق العوينات بخط إضافي من كهرباء الشبكة الموحدة وكذلك ربط محطة محولات بلاط بخط إضافي من كهرباء الشبكة الموحدة. عاودت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس ختام تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات والصناديق الخاصة بالاستثمار وذلك على خلفية تراجع أسواق المال العالمية. هذا وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.2 مليار جنيه لينهي تعاملات عند مستوى 852.5 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 1.3 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس اي جي اكس 30 بنحو 0.77%. كما تراجع مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بما نسبته 0.66%. نهاية أخبار الاقتصاد، عودة للزملاء أشرف وريهام لاستكمال الأخبار السياسية. شكرا لكم. شكرا جزيلا مادة. وبالعودة إلى نشرتنا وإلى تذكير بأهم العناوين. خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مشروع 100,000 فدان من الزراعات المحمية بمطروح، الرئيس السيسي يشدد على التوسع في استخدام نظم الري الحديثة وترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه. البيان الختامي للاجتماع الرباعي بين مصر والسودان يؤكد على أن علاقات البلدين خط أحمر وتنسيق مفتوح في ملف مياه النيل. التحالف الدولي ينفذ ضربات جوية ضد قوات تابعة للجيش السوري وتلفزيون دمشق يصف قصف التحالف في دير الزور بالعدوان الجديد.
أهلا بكم. توصل مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق طويل المدى بشأن حجم موازنتي عامي 2018-2019 لتجنب شلل في الميزانية الفيدرالية كان يمكن أن يحدث مساء اليوم الخميس. زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل أشار إلى أن الاتفاق سيضع حدا لآلية التمويل قصير المدى التي أبطأت عمل الكونغرس، بينما اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية شاك شومر الاتفاق وسيلة لوضع حد لسلسلة طويلة من أزمات التمويل التي أضرت بالطبقة الوسطى. نظمت كوريا الشمالية اليوم عرضا عسكريا احتفالا بالذكرى 70 لتأسيس جيشها. يتزامن العرض العسكري للجيش الكوري الشمالي مع إعلان بيونغ يانغ رسميا عدم نيتها لقاء مسؤولين أمريكيين على هامش الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية. ويأتي ذلك بينما اعتبر محللون هذه الإجراءات من قبل بيونغ يانغ رسالة مفادها وضع البلاد كدولة نووية بحكم الأمر الواقع وبعيدا عن مسار المفاوضات الجارية استئنافها مؤخرا مع جارتها الجنوبية.